النقطة اللي جاية دي عن مصر وأثيوبيا. طبعا يقول لك لولا 25 يناير ما كانش اتبنى السد، سد النهضة. الكلام ده كله فنكوش، الكلام ده كله فنكوش، لأنك أنت اللي مضيت على اتفاقية بناء السد، أنت مضيت ووقعت وقلت له احلف ان في حاجه اسمها احلف، في حاجه اسمها في المفاوضات يعني الهبل والعبط ده، في حاجه في المفاوضات الدوليه اسمها احلف، احلف ان حصه مصر مش هتنقص. والله هيحلف لك، هو هيحلف على الميه ولا على المصحف ولا على القران ولا على الانجيل؟ في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه اسمها 25. انتوا عايزين تطمسوا 25 يناير، بس 25 يناير لم تحقق المراد منها حتى الان. 25 يناير ما حققتش، للأسف احنا وقعنا، طلعنا من الحفرة وقعنا في دحضيرة يعني. طيب اتبنى السد وفترة الملء الأولى خلصت، وابتدوا في فترة الملء الثانية. فترة الملء الأولى عبوا 5 مليار متر، ودلوقتي هيعبوا حوالي 13 أو 15 مليار متر تاني. لا ده في خبر كمان تاني، في سد كمان تاني أثيوبيا بتبني، في سد تاني اثيوبيا بتبنيه، ولا حد هيقدر يفتح بقه. ولا تقول لي احنا بنصرف مليارات وجبنا رافال ولا جبنا غواصات ولا جبنا حنفي، كل الكلام ده حلبسه، كل الكلام ده هكس، كل الكلام ده نستورد غواصات عشان ناخد نسبه، او نستورد رافال عشان ناخد نسبه، او عشان يمكن تحتاجنا السعوديه في حاجه. لكن مصر ما عمرها ما استخدمت اسلحتها انها تدافع عن حدودها او عن ارضها. مصر بتستخدم سلاحها فقط ضد شعبها وضد ابناء شعبها وضد افرادها وضد ابنائها. ده السلاح اللي بتستخدمه مصر ضد شعبها. لكن مصر من فتره من بعد 73 لغايه النهارده ما استخدمتش جيشها ولا سلاحها ولا عسكرها في حمايه حدودها. لا، حدود بتتاخد بجرة قلم، وارجوكم ما حدش يفتح الموضوع ده تاني. لو سمحتم ما حدش يجيب سيرة الموضوع ده تاني، كأنك بتوزع من مال اهلك. كأنك بتوزع من مال اهلك. طيب، الحقيقة أنا في نقطة، يعني أنا برضه عشان أبقى أمين معاكم، بفتح موضوع أثيوبيا وبفتح نقطة في موضوع أثيوبيا، كتبتها لي صديقة اسمها ميراف تسفي على اليوتيوب. الصديقة ميراف تسفيدي من أثيوبيا، وكذا مرة تقول لي اتكلم على موضوع التجري، عن شعب التجري، عن شعب التجري. أنا لا عارف إيه التجري ولا عارف غيره يعني. فقلت لها لو سمحتي يعني عرفيني إيه المأساة بتاعت التجري في أثيوبيا. فكتبت لي التعليق ده، هقراه لكم وهقول لكم شوية كلمات من عندي. ميرفت تسفي بتقول لي: شكرا لك يا حبيب المسيح لسؤالك عن شعب التغري الذي يقتل ويباد أمام العالم لأنهم من السود. هم شعب مسيحي ومسلم وعايشين في سلام لحد ما جاء الرئيس الشيطان أبي أحمد، اللي هو مش مسيحي ولا هو مسلم، لأنه هدم مسجد النجاشي وكنيسة عمانوئيل. هو نازل قتل إبادة في عرقية التجري، ومعه جيش أريتريا، والإمارات بتساعدها بطائرات مسيرة، وليهم شهرين الناس عايشة في رعب وقتل ونهب وتهجير ومآسي. لا شافوا رأس سنة ولا عيد، وهذه مباركة العالم الغربي اللي بتمدها بفلوسكم من ضرائب، وأخد جائزة نوبل للسلام. طبعا أنا فتحت شوف موضوع التجريه ده، اكتشفت إن التجريه دي عبارة عن إقليم من الأقاليم ليه حكومة خاصة بيه، يعني هو تبع اثيوبيا لكن اقليم ليه حكومه خاصه بيه. وفي جماعات جهاديه بتحاول انها دايما التجريد تكون اقليم مستقل. لكن نفاجئ بان ابي احمد رئيس الوزراء بتاع اثيوبيا لغى الحكومه اللي موجوده في التجري، وعايز يعتبرها يعني بدون حكومه ويفرض سيطرته عليها. لا، الناس متمسكين بانهم هم يبقوا مستقلين، فدخل عليهم بالطيارات وبالجيش وابتدى يضرب فيهم، لدرجة ان في ناس دلوقتي يعني يمكن في حوالي 55 الف اثيوبي هاجروا من اثيوبيا للسودان بسبب الحرب اللي شغالة في اثيوبيا.
وابتدت بقى هتحصل حرب اهليه في التجريب. طبعا احنا ضد ان هو ناس سود، بس احنا ضد قتل اي انسان، ولو هم متعودين انتبه لهم حكومه مستقله، ليه ما تستمرش الحكومه ويعيشوا في سلام؟ وليه تدخل جيش عشان يقتلهم؟ وليه تهدم مسجد النجاشي وتهدم كنيسه عمانوئيل؟ وايه ايه يعني ازاي تقتل الناس الابرياء العزل؟ يعني انت مش قدامك جيش نظامي، انت ازاي بتضرب شعب غير مسلح فيهم اطفال وفيهم اسر وفيهم بنات وفيهم ستات، ازاي بتعمل ده؟ طبعا لا حول ولا قوه الا بالله، لكن انا بدعو ان الناس كلها تقف مع شعب التجري عشان ياخد حقوقه، وتحاول ترفع صوتها لكل المنتديات الدوليه بحيث يحموا شعب التجري من الهجمه العسكريه لابي احمد. والناس مسلمين ومسيحيين عايشين في سلام مع بعض، مسيحيين ومسلمين عايشين في سلام مع بعض، يا ريت العسكر ما يدخلوش يفتنوا ما بين المسيحيين والمسلمين زي ما دخلوا في بلاد تانية وفتنوا ما بين المسيحيين والمسلمين، ويا ريت شعب التجري نفسه يبقى فاهم ان اللعبة الجاية اللي هتحاول تتم انه يقوموا المسيحيين والمسلمين على بعض في اقليم التجري. يا ريت تبقوا اقوياء وتفهموا النقطة دي وتبقوا ايديكم في ايدين بعض عشان تقدروا توصلوا الاستقلال عن الغوغاء دول. دي موضوع التجري، واتمنى يا استاذه ميراف تسفي ان ربنا يهدي سيركم وربنا يرجع السلام لهذا الاقليم. الحاجه بقى الاخيره اللي انا عايز اتكلم عنها، انا يمكن جبت فوق لما اتكلمت عن السجون جبت سيره الرئيس محمد مرسي كان مسجون في اي سجن وتعامل ازاي، وجبت سيرته لما برأوا وقالوا رجعوا العلاقات مع قطر. الله، يبقى التهمه بتاعت محمد مرسي يبقى الراجل كان منها بريء. هل معنى كده ان انا اخوان؟ لا، انا مش اخوان، بس انا وصلت القناعة كاملة رغم كل اللي انا شفته. يعني انا شفت الاخوان كانوا بيعملوا ايه في الجامعة مع المسيحيين. يعني انا منساش اني انا وطالب في الكلية، وكنت ساعتها في تالتة طب افتكر، وكان في ولد اسمه ماهر مسيحي، كان في مباراة على مستوى الجامعة، مباراة كاراتيه، والولد ماهر فاز بالبطولة على مستوى الجامعة. الولد فاز بالبطولة الصبح، تم قتله الساعة 3 العصر المسيحي عشان فاز ببطولة كاراتيه، اتضرب ومات، واللي قتلوه الإخوان. الإخوان كانوا بالجنازير ويلبسوا جينز ومطاوي وجنازير، وكانوا مسيطرين على الجامعه، وفي يوم من الايام قفلوا مبنى كامل بتاع طلبه كليه الهندسه، خلوا المسيحيين ما ينزلوش يمتحنوا. مش عايز اقول ان كانت فتره سيئه جدا 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 جدا، خلوا بالكم انا بتكلم في ايه عشان انا هجيب كل نقطه حساسه ومهمه. كان المدرس البروفيسور ما يقدرش يدخل محاضره لو واحد من الاخوان قاعد على المنصه بيخطب. طبعا اللي قاعد على المنصه بيخطب من الاخوان كان بيشتم في المسيحيين ويلعن على سلسفينهم وصليبهم وسلسهم ورابحهم، ومفيش حد يقدر يتكلم ولا يقول له بتقول ايه يا عم الحاج. دي كانت الجامعه وكان قصود هذا الكلام، وكان ممكن يعملوا اعتصام ويقفلوا الجامعه، ده كان الاخوان. لكن لما قعدت افكر، لما اتخرجت في كليه الطب وجيت نحلف اليمين في النقابة، مش هتصدقوا اللي كان بيردد القسم مين عشان نردد وراه؟ كان عصام العريان، دكتور عصام العريان الله يرحمه، كان هو اللي بيقول القسم واحنا نردده. يعني كان ماسك منصب في النقابة، وكانت معظم اللي ماسكين في النقابة كانوا اخوان. انا وطالب في الكلية كان معايا طالب مسيحي وكان في طالب اخواني، وكان الطالب المسيحي ده طالب شاطر، فجت حالات نسا فالمفروض ياخد كيس، فقايم ياخد كيس ياخد من الست الكيس، فطلع له ولد اخوانجي قال له ما تاخدش الكيس، ما تاخدش الحاله. قال ايه؟ قال له لا انت كافر وما ينفعش تاخد كيس مسلمه.
اشتبكوا مع بعض. الولد الاخوانجي ضرب الولد المسيحي، الدكتور المسيحي. الدكتور المسيحي نزل المركز عمل محضر. الضابط نادى لهم الاثنين قال لهم خلاص خلاص خلص الموضوع، ما تتعرضوش لبعض تاني، خلاص امشي امشي خلاص. ما رضيش يعمل محضر. ما اللي هيعمل محضر مسيحي او طالب في كلية طب مسيحي ضد ولد اخوانجي، ما ادهوش حق. جه ما فيش بعد اسبوعين تاني الدكتورة ادت زميلنا المسيحي ده حالة كيس برضه مسلمة، وراح ياخد الكيس طلع له نفس الولد. ما عند الولد اللي طلع له ده قصير وصاحبنا القبط طويل يعني. ف قايم تعمل ايه؟ قال له هاخد الكيس. قال له ما تاخدش الكيس، انت مسيحي كافر ما تاخدش الكيس. اخد ما اخدش، راح الواد بقى ايه عايز يضرب تاني الطبيب المسيحي اللي هو الطالب في الكليه. الولد قال لك الله، وانا سبته المره اللي فاتت ورحت اعمل محضر في الاسم، الاسم ما جابليش حقي، هسيبه. مسك الواد ضربه، يعني الطالب المسيحي ضرب الولد الاخوانجي. الولد الاخوانجي بقى راح عمل محضر في الاسم. تخيلوا بقى ان يتقبض الطالب المسيحي اللي في كلية الطب ويتسجن 3 شهور. انا كنت ساعتها حولت من اسيوط للزقازيق، سمعت الخبر يعني. اتسجن 3 شهور، اول ما خلص قلت له تعالى على الزقازيق. رايق جه كلية طب الزقازيق وكمل وتخرج بتقدير حلو جدا، وبقى دكتور جراح محترم وناجح وربنا يتمم له. لكن انا عايز اوصلكوا لايه؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي سمح للاخوان يطلعوا على المنصات ويعملوا ده؟ ومين اللي سمح للاخوان يشتموا في المسيحيين ويستخدموا الجمعيات الشرعيه لشتم المسيحيين؟ الدوله. وصلت القناعه كامله ان الدوله تلاعبت بالاخوان وبالاقباط بالاثنين، مشت الاخوان في الطريق الغلط كجهة معارضة، خلت الإخوان منصبين فقط على تكفير المسيحيين وضربهم وإهانتهم وإذلالهم، وده اللي إدى صورة عن الإخوان خطأ لدى المسيحيين. شجعت الدولة ده وشجعت النزاع ده بحيث تبقى القوى المعارضة الوحيدة اللي موجودة هي الإخوان، وقصادهم بيكرهوهم المسيحيين، واحنا نلاعب دولة ودولة ونقوم دولة على دولة. لو الإخوان كانوا انتبهوا لهذا الفخ وما سقطوش فيه وتعاملوا مع بالحسنى مع إخواتهم في الوطن، يمكن ما كانوش وصلوا للي وصلوا له دلوقتي، ويمكن كان لو حد فيهم نجح واعتلى منصب ما كانش حد هيعترض عليهم. ولكن لنصب العداء الدائم من الإخوان للمسيحيين وتكفيرهم بتأييد الدولة، أصبح الإخوان والأقباط ضحايا للدولة. ليت الإخوان يفهمون، ليت الإخوان يفقهون، ليت الإخوان يغيرون من سلوكهم ويغيرون من عاداتهم ويغيرون من عدائهم ويفوقوا لهذه الخية التي نصبتها لهم الدولة فسقطوا فيها. سقط الإخوان في هذا الفخ الذي نصبته لهم الدولة. حاجة بس تانية عايز أقولها لكم، لسه في عيد الميلاد اللي عدى ده بيقول لك حرق شجرة عيد الميلاد بالقدس من قبل الفلسطينيين. يعني اخواتنا الفلسطينيين الحلوين الكيوت اللي بيقولوا اقفوا معانا ودعمونا في قضيتنا عشان نسترد القدس، حرقوا شجرة عيد الميلاد في القدس. طب دي ما عملهاش اليهود قبل كده، يعني اليهود ما بيحرقوش شجرة عيد الميلاد وبيعملوا شجرة عيد الميلاد. لما انت يا فلسطيني تيجي تحرق لي شجرة عيد الميلاد، عايزني بعد كده اقول لك لا ده القدس لازم تبقى عاصمة لفلسطين؟
بعينك، عمري ما هقولها لك، عمري ما هقول لك طالما انت بتحرق لي شجره عيد الميلاد وقبل كده اعتديت لي على كنيسه من كنايسي، عمري ما هقول لك ان القدس تبقى عاصمه لفلسطين. ازاي يعني؟ ازاي اقول لك القدس عاصمه لفلسطين عشان لو اتهدد كنيسه ما تبنيهاش تبع الشريعه العمريه العهده العمريه، ولا لما دوره ميه احب اجددها اطلب طلب من المحافظ، ولا عشان تدخل تصلي لي في الكنيسه تقول الله اكبر هذا هو الدين واتبعوه زي ما عمل اخواتك في استراليا، اخواتك اللي دخلوا كنيسه اثناء الصلاه واثناء القداس وحطوا وقعدوا يصلوا وبعد كده قالوا للناس ده الفيوتشر، ده الفيوتشر، الاسلام هو الفيوتشر، تعالوا للاسلام، سيبكم اللي انتوا فيه ده. مختلين عقليا، اقسم بالله العظيم مختلين عقليا. بتحاربوا في قضيه اسبابكم وسائلكم كلها وسائل غير ادميه. شجره عيد الميلاد بتحرقها ليه؟ هتعمل لك ايه؟ هل لو حرقت شجره عيد الميلاد انت بتقول انك مؤمن بعيسى وميلاد عيسى، طب بتحرق الشجره ليه؟ بتحرق الشجره اللي هو عيسى ما اتولدش، المسيح ما اتولدش، بتحرق الشجره ليه؟ بس الشياطين اللي جواك دربين 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 دربين، الشياطين بتشتغل دربين دربين، اي حاجه المسيحيين تشتغل دربين، الشياطين بتشتغل. حقيقه كانت في ناس عايزاني اتكلم عن النظام العالمي الجديد، مش عارف لو انتوا عايزيني اتكلم عن او النظام الشيطان الجديد قولولي وانا ممكن بعد ما اقفل افتح تاني حلقه جديده يعني، بس انا مش عايز الحلقه توسع يعني، فممكن اخليها وقت تاني لو حبيتوا اتكلم عن النظام الشيطاني اللي بيدار، او قولولي وانا اعمل لكم الحلقه دي. دلوقتي انا يهمني ان انا ارد على اسئلتكم، طبعا هو في اسئله انتوا سبتوها لي تحت البوست بتاع اعلان الحلقه. الاستاذ ايليا مرقص بيقول لي ارجوك اتحدث عن خطف بنات القبطيه. يا استاذ ايليا، وبعدين بيقول لي كارين البير جميل 17 سنه اتخطفت في العاشر من رمضان. دي اللي خطفها بتاع الكوافير بتاع العاشر من رمضان، او اللي شغال في الكوافير بتاع العاشر من رمضان. وبعدين بيقول لي مريم عيسى 20 سنه من عين شمس. انا هقول ايه؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هم بيدونا عينات، بيقولنا يعني ايه عشان لو يحسن الاخوان يجوا، شوفوا انتوا بتتخطف لكم واحده بتزعقوا ازاي، لو جم الاخوان بقى هيبقى كل دقيقه واحده تتخطف، بيخوفونا. كل ده تدبير النظام قولا واحدا، قولا واحدا. هتقولي الاخوان كانوا قاموا عملوا حاجه، الاخوان لو بيعملوا يعني كانوا راحوا عملوا عند مجلس الوزراء ولا عند مجلس الشعب ولا مفيش. الارهاب دلوقتي ارهاب النظام، لو سمعت عن في ارهاب في اي حته، في اي حته فوق تحت يمين، النظام كانوا راح يلعب منها ما بالفتوح، طلعوه الاخوان لو يقدروا، لو عندهم امكانيات يعني. فالقصه يعني انت هم يعملوا حاجه ويلبسوها لك الاخوان، دي قصه تانية، دي قصه تانية. طبعا احنا عارفين ان النظام كذاب يعني، النظام كذاب. وبالنسبه لخطف البنات قولوا يا رب من فوق، من فوق قولوا يا رب، ثقوا تماما ان كلمة يا رب دي هتحل حاجات كتير قوي قوي قوي. استاذ مايكل عجيب، اهلا يا دكتور، اهلا بيك يا استاذ مايكل. استاذ عماد اي ام اس بيقول لي اولا اللقاح الاماراتي عليه تعليق من سيادتكم. ثانيا اللقاح الاماراتي تقصد ايه؟ انا ما اعرفش اللقاح الاماراتي، انا اعرف اللقاح الصيني واعرف اللقاح بتاع استرازينيكا وجلاكسو. اللقاح الصيني ما فيش منه مشاكل يا جماعه، ما فيش منه مشاكل يعني. انما اللقاح بتاع استرازينيكا ده من ادينو فيروس، واللقاح الثاني اللي هو بتاع جلاكسو ده بيشتغل على الام ار ان ايه، بس ما سابتش تأثيرات يعني، ما اتعملتش عليه دراسات.
للأسف اللقاحات دي ما اتعملتش عليها دراسات، ففي مشاكل، في مشاكل يعني. احنا يعني اللقاحات ما بنحبش حد يستخدمها، خصوصا ان في ناس حصلت لهم اثار جانبيه كتيره قوي بعد ما اخدوا اللقاحات. اللي اخدوا الصيني ما اخدوش اثار جانبيه قوي، لكن اللي اخدوا اللقاحات التانيه في اثار جانبيه ظهرت على البعض منهم مش كلهم. وفي ناس اخدت اللقاح وجالها كورونا برضه. بيقول لي استاذ عماد، بيقول لي كمان غرامه الكمامه المجحفه 50 جنيه في ظل ازمه، واللي اعترض يتقبض عليه باي منطق؟ انت بتحافظ على الناس ولا بتعرضهم للاحتجاز؟ كان اولى يكتفي باجباره على ارتداء الكمامه فقط بدون غرامه واحتجاز. انا معاك بصراحه، حكايه انك انت يعني الناس غلابه ومش لاقيه تاكل تاخد، بس ما هي الدوله عندها واخده فلوس، واخدت مليار ونص وما صرفتهاش على البشر بس، وكمان بتاخد عليهم فلوس من الناس. ومين عارف كمان يعني اغلبيه امناء الشرطه ولا بيضربوا الحاجات دي في جيبهم، الغرامات في جيبهم. بيقول لي فطبعا الناس مش مستحمله، يعني انت اعمل توعيه، اقول اول مره خلاص انذار، وتاني مره خد غرامه لكل شخص تثبت عليه تاني مره، لكن مش من اول مره 50 جنيه. الناس عندها كام يعني؟ لسه شايف واحد صورته جايبينه في الـ في الـ في الـ على الفيسبوك، جيبه طلع كده بيدفع للراجل وجيبه طلع فاضي ما فيهوش، يعني اخر 50 جنيه دي اخر حاجه جت في جيبه، فعيب حرام يعني. بيقول لي ثالثا، بطولة العالم لكرة اليد والسفه في الصرف في ظل أزمة كورونا، ناهيك عن خرق حظر السفر واستقبال فرق من دول مسابقة تزيد من حدة الإصابات. يا صديقي الكلام ده يعمل حسابه يا أستاذ عماد. الناس اللي حياة المواطن ليها قيمة، حياة المواطن في مصر ملهاش قيمة، حياة المواطن في مصر ملهاش قيمة. بيقول لي خامسا، بترك العار اللي بيفضل علاقته بالنظام الحاكم على حساب حق الاقباط، ودايما يسفه من قضاياهم، وطلع مع عمرو اديب يقلل من شان حق سيده الكرم، وتكلم عنها ببرود كانها قضيه عاديه مش جريمه يهتز لها الوجدان، ولم يتكلم او يطرا على باله حق رئيس الدير المغدور به ولا الرهبان المظلومين من قبل الامن. هذا شخص اعمته السلطه والنفور في التقرب من النظام الحاكم على حساب اللي هو موجود في مكانه عشان يخدمهم. استنكر ان يقال عنه قداسة فلان، لو ديت قال له قداسة امال الشيطان يبقى ايه؟ استاذ عماد انت قلت كل حاجة، يعني انت تعليقك كافي، انت سألت ورديت في نفس الوقت، كلامك يعني كافي، انا مش هعقب عليه. الأستاذ شكري بخيت بيقول لي للأسف البلد لا تحكم بمؤسسات مجلس الشعب لا قيمة لهم، كل القرارات بيد رئيس الجمهورية، والكل مهم إلا شكل لتجميل الصورة. السجون والحبس الاحتياطي الذي بقت بتحكم فيه الدولة وليس القانون، وقطر لما تدي أوامر السعودية اصطلح لازم يصطلح. شكرا لك يا دكتور وجيه، وربنا يحفظك، وكل سنه وحضرتك بخير وصحه وسعاده. اشكرك يا استاذ شكري، فعلا السعوديه تقول اصطلح يصطلح، ما تصطلحش ما تصطلحش، ما هي ماما بتقول كده، ماما بتقول كده. استاذه مريم لبيب بتقول لي في انتظارك دايما يا دكتور، ليه الان التصالح مع قطر؟ هل الغام السيسي على ذلك ولا دفعوا له الثمن؟ النشطاء الاقباط الذين في السجون مثل رامي كامل، الى متى الصمت عنهم؟ ربنا كبير يعني، انا متوقع ان كل المسجونين دول هيطلعوا، بس برضو وصمة في جبين النظام المصري. الناس دي ما عملتش حاجة، الناس دي ما عملتش حاجة. الحقد الشخصي وسجن المعارضين يدل على ضعف وهشاشة النظام. استاذة مريم تاني بتقول لي مجلس الشعب الذي دخله المرائين ولاعقي الأحذية والمنافقين لرئيس الدولة والنظام بأكمله. متفق معاك، لكن ننتظر يمكن ما يعني يمكن يطلع حد فيهم يقول كلمة حق. دكتورة شيرين رمزي من كندا بتقول لي مع التقدير لمجهودك مقدما، بس حبيت ألفت النظر انه بعض المحللين السياسيين بيتكلموا على ان التصالح مع قطر جه من باب الحرص مع تخوفات من ترامب اعلان الحرب على ايران. انا مش مقتنع بكلامهم، لو عند حضرتك فكره يا ريت توضحها. anyway حتى لو كان الكلام ده صح يا استاذ شيرين،
مش مفروض دولة بقامة مصر وثقة لمصر يتقال لها اتصحي اتصحي؟ قطعي قطعي، عيب عيب، انتوا صغرتوا مصر، انتوا مش يعني توب مصر واسع عليكم، اخلعوه واتكلوا على الله، لكن مش ده توب مصر اللي تمسكوا مصر. مصر بتاعت رمسيس الثاني واحمس بقت بالحجم ده؟ يا ساتر يا رب. شكرا ليك يا استاذه دكتوره شيرين، شكرا. الاستاذ شنودة سعد بيقول لي اهلا بيك يا دكتور، اهلا بيك يا استاذ شنودة. استاذه منى ماكس بتقول لي ربنا معاك ويوفقك يا دكتور ويحافظ عليك. الله يخليكي يا استاذه، ربنا يخليك ويحفظك، شكرا ليكي. استاذ جورج حنا بيقول الصوت واصل، شكرا، اشكرك يا استاذ جورج. مران قاسى الصوت مقطع ليه؟ والله واحد بيشوفه واصل وواحد بيشوفه مقطع بقى، معرفش يا استاذه مران عندك ايه ظروف يعني. استاذ اديب ملاك كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور وجيه، وانت طيب يا استاذ اديب. استاذ عماد الشباشي خدت صابونه اساس اول يوم، كانت فاكره نفسها هتكمل. لا لا، ما هي ترس، اصل خلي بالكم من الترس، وال برضه المسلم مسلم غير الترس، الترس ده اللي بيكون مسيحي واسلم بيسموه ترس، انما المسلم المسلم بيسموه شيخ العرب، فمش هيتساوى الترس بشيخ العرب يعني، شيخ العرب ده بيصمد ويقعد. مران قاسم بتقول لي ليه المباشر اليوم الصوت صعب جدا؟ والله ظروف بقى. اكتر من واحد بيقول لي الصوت صعب، الصوت مش كويس. حتى لو الصوت مش كويس يا جماعه، الحلقه هتجيلكوا على الفيسبوك كامله وبكل حاجه، كل التفاصيل. استاذ عاطف يقول لي مساء الخير يا دكتور، وحشتني جدا جدا. الله يخليك يا استاذ عاطف، ربنا يخليك. استاذه ايفا بتقول لي كلام قوي وحق يزيد نزيف الجروح، اشكرك يا استاذه ايفا. استاذ ايفا بتقول لي البلد اصبحت تابع خيبه، متفق معاكي. الاستاذ ايميل ميخائيل استراليا بيقول لي اهلا بيك يا دكتور وجي، اهلا بيك يا استاذ ايميل، منورني دايما، شكرا لتواجدك دايما معايا. الاستاذه مريم بتقول لي دوله قذره بكل المعاني، بتلعب بكل جهد لضرب الاقباط بواسطه الاخوان المسلمين مره والسلفيين الارهابيين مره اخرى. اهم حاجه يفتحوا بقى، يعني انا كشفت اهو التلاعب بالاخوان، وطبعا السلفيين بيتلعب بيهم نفس اللعبه، يا ريت يفوقوا لنفسهم وياخدوا خط جديد، يا ريت. استاذ حمدي يني بيقول الاخوان مش محتاجين تشجيع وتوجيه الدوله انهم يؤمنون بدوله الخلافه، ولكن الدوله استخدمتهم لمزاله الاقباط، متفق معاك تماما. استاذ حمدي برضو بيقول لي دوله الخلافه لا يجب ان يكون فيها الا لا مسيحيين ولا كنائس منذ حسن البنا حتى هذا اليوم، ده عندهم مننص بقى، اذا كانوا فاكرين ده هيحصل يبقى عندهم مننص. استاذ طلعت عزيز بيقول لي وحشني يا دكتور وجيه، كل سنه وحضرتك طيب، وانتوا جميعا طيبين وبخير. اشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه من قناه الصوت الصارخ، ارسل لكم تحياتي، مع السلامه، دمتم في رعايه الله. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامه.